السؤال الأكثر طرحاً علينا دائماً، بس في الفترة الأخيرة خفت الأسئلة هذه بشكل كبير. السؤال: هل أذهب إلى عملية جراحية لإزالة الغضروف أو لإزالة الديسك التي هو موجود وضاغط على العصب ومسبب للآلام والخضران والضعف في العضلات وكل هاي المشاكل اللي بنعرفها من الانزلاقات الغضروفية؟ فما دام حضرتك بتسأل أو حضرتك بتسألي هل أذهب إلى العملية، إذا أنت في مرحلة أتشخصتي، جربتي علاجات، أكيد جربتي إبر، أكيد جربتي حبوب، أكيد جربتي مسكنات، بس الشغلة الوحيدة اللي ما جربتوها اللي هي بروتوكول عالمي في التعامل مع حالات آلام العمود الفقري. لازم أي واحد في المجال الطبي يعطي مساحة لست أسابيع، الست أسابيع هدول لازم يكونوا مخصصين للعلاج التحفظي. العلاج التحفظي ببساطة هي الأمور والتعليمات اللي بنعطيكم إياها على أعلى المستويات، وأنا بحكي لكم هلأ عن آلام الديسكات وآلام العمود الفقري اللي جاي من الديسكات هذه. يعني بحكي لكم عن شغلة اللي قاعد فيها وبشتغل فيها وبدرس فيها وبدرس فيها 30 سنة، فبدكم الصح ولا بدكم ابن عمه؟ بدكم الصح اكيد، لانكم بدكم تخصوا، فاسمعوا لي هالكلمتين هذول. هلا ما دام حكينا اول قاعده 8 اسابيع من العلاج التحفظي، العلاج التحفظي بده ينفذ بشكل صحيح، يعني هاي التعليمات. اذا انت معك انزلاق وبقول لك عمليه، اذا بدك تدخل على كل الافلام السابقه واي شيء بتسمعه ديسك انزلاق غضروفي، بدك تكمل وتتبع التعليمات هذه وبشكل جدي. إذا أنتوا جديين ما تروحوا على العملية، وإذا جديين ما تروحوا على العملية، الخبرية الكويسة إنه 95% وفوق من الحالات اللي بده يكون بدها عملية بتطلع بدون عملية، 95 يعني نسبة عالية جدا. أنا بحكي لكم من قلب الحدث، ماشي الحال، يعني معلومات أكيدة 100% وتجارب ومرضى على الأمور هذه. فقط الموضوع بيعتمد على مقدرتكم على الالتزام بهالفرصة الأخيرة هذه قبل العملية. هل الموضوع بيستاهل إني ألتزم يا دكتور؟ بيستاهل، لأنه حيعطيك النجاح بإذن الله. العمليات هذه باختصار اللي رجعوها من الأول، لأنه إذا واحد حكى لكم بدك عملية إزالة غضروف، ممكن إنه الغضروف يكون عندكم منبعج ويمكن إعادة إزاحته وإرجاعه للوضع الطبيعي عن طريق الحركات هذه اللي لورا اللي بنفرجيكم إياها. هلأ إذا كان عمركم فوق 40 فوق 45، هنا بتكون العملية مختلفة شوي، لأنه الغضاريف هذه بتكون جافة، بتكون مفتفتة، ما بتكون صلبة ومتماسكة ولزجة. مع العمر هاي التغيرات أي واحد بتصير معه. ففي هاي الحالة هم بيحكوا عن إزالة شيء ضاغط على العصب. هلأ حتى لو في ضغط على العصب، سواء من العضلات المتشنج اللي ورا ظهرنا، أو من التهاب في المفاصل معين، أو تليفات سابقة بسبب عملية سابقة أو شيء سابق، بغض النظر شو اللي ضاغط على العصب، ما هي الحركات والمي السخنة هاي اللي بدنا نستخدمها، وعملية النقع وعملية الزيوت وعملية المساج هاي اللي بدنا نسويها مرتين ثلاث، وننهيها في عملية التمارين هذه اللي بنعملها لورا لقدام. هذه التمارين يعني الهدف الرئيسي منها انه تزحزح، يعني كيف العملية بدها تشيلكم، التمارين نفس الشيء بتزحزح بتحرك، يعني اذا كان في ضغط بتشيل الضغط وبتروح الاعراض. المشكلة مش في الفتات هذا اللي طالع او في الشيء اللي موجود برا، هذا موجود وين ما يكون في كل المفاصل، بس المصيبة انه هذا ضاغط على العصب، هاي المشكلة. فانا بطريقة معينة حركات معينة اظلني احاول بشيل الضغط عن العصب، بشيل الضغط عن العصب وبحزحزه، يعني جسمكم مبني وبتأقلم وبتحزحز وبتغير من وضعياته بسهولة. وفي ناس كتير عايشين في رصاص، إرصاص حي في جسمهم ومش شايلينه، فيش أي مشكلة على كله. إذا بقول لك أكثر من 50-90%
اتباع التعليمات وبشكل جدي مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات في اليوم أربع مرات. بس الحلو في الموضوع إنه ممكن تتعب يوم يومين ثلاثة، أكيد حتحس في ألام أزيد في ظهرك خصوصا لأنك بتحرك بظهرك، بتحرك في الفقرات، بتحرك في العضلات صلها سنين مش متحركة. فهاي بدكم تأخذوها بعين الاعتبار عشان إحنا نخفف لكم الألام هذه، من كلكم عن الزيوت، من كلكم عن المياه الساخنة، عن التحمية اللي تخفف، ونخدركم شوية قبل الضرب القاضي اللي بتيجي فقط عن طريق التمارين. علاج للدسكات وللانزلاقات الغضروفية بدون حركات علاجية مدروسة زي اللي بنعطيكم إياها لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لأنه شغلة ضغطة على شغلة، شغلة طالعة من محل رايحة محل تاني. هذه ما بيعالجها أعشاب وما بيعالجها إبر ولا بيعالجها حبات مسكنات ولا بيعالجها شيء. السبب ميكانيكي حركي، فالعلاج بده يكون في نفس السبب نفس المسبب. هاي قاعدة افهموها. إذن الشغلات التانية اللي بنحكي لكم عنها هاي فقط بتساعد وبتسرع من عملية العلاج، وانه كل شيء يرجع لوضعه الطبيعي، وتخفف من الالتهابات، وتخفف من المياه الزايدة في المنطقة، وتخفف من التشنجات، وتسهل عملية الحركات، وتسهل عملية الحركات اللي هي هاي فاعليتها بالحركات. بس احنا عقليتنا احنا بنحب مثلا الزيوت. طيب بدهن زيوت، انا بعطيك زيوت عشان اسهل عليك، بس اللي حيقضي لك على الموضوع اللي هي الحركات العلاجية. هلا اذا واحد قليل خواص وما بده يعمل حركات، في هاي الحالة انت ما بتحكي عن علاج، فيش علاج، هذا مش متوفر انكم تتعالجوا. وحتى لو عملتوا عملية وطلعتوا من بعد العملية، المضاعفات تاعت العملية بسبب كلة خواصنا وكلة حركتنا ووزننا الزائد واعتمادنا على شغلات تانية تعالجنا، هذا حيقضينا وحيسبب لنا مضاعفات أكبر من الديسك قبل العملية اللي هي بعد العملية. فبعد العملية كمان المفروض تتبعوا كل هاي الخطوات، فقط تأخذوا الحيطة والحذر شوي شوي، الزيوت تستخدموها زي ما بدكم، آمنة المياه، آمنة المساج، آمن. بس لما نيجي على الحركات هذه بدها توقف شوي، أنا يعني بدي أشوف شو الحركة اللي بتناسبني، شو الحركة اللي بتعمل ليش ألم، شو الحركة اللي بتخفف الألم، واتبعها. مش أعطيها تقييم للحركة بعد أعملها 10 مرات وأبي صار وجع وظهري يوجعني وركبتي توجعني من هالحركة هذه، شو حكالنا الدكتورات؟ هذا طبيعي. إذا صارت ركبتك توجعك من وراء عشان عملت الحركات، معناته أنت ماشي في الاتجاه الصحيح يا أستاذ. بدك تكرر 10 مرات. هلأ لما رد أحاول 10 مرات ببطل يوجع زي أول، بتصير الألام تخف. برد بحاول 10 مرات وبرد بريح حالي وبحط هاي الشغلات. أهم شيء إنكم تتابعوا 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 وتتحملوا شوية لحد ما توصلوا لمرحلة بعد ساعة ساعتين هتحسوا فيها مباشرة مباشرة ارتحت راح الوجع. ساعتها خلص انتو بتاخذوا القناعة 100% وبتبلشوا تعملوا التمارين هذه. كل ما كل ساعة بتكرروا الحركات هذه عشان تنهوا من المشاكل هذه، لانه التكرارات في البداية بسرعة بسرعة وكتير وكذا ومننا نلتزم، بس بعد يوم يومين ثلاثة الالتزام هذا بصير كل كل كل، لأنه الآلام حتروح، حتصيروا تقدروا تمشوا تتحركوا تمشوا لمسافات أطول، حتحسوا صار في عندكم لياقة بدنية، صار في عندكم قدرة. هي بمجرد إنكم اطمنتوا وعرفتوا شو المشكلة هذا بعطيكم ارتياح، وبمجرد إنكم فهمتوا وعرفتوا شو الحل هذا بريحكم من البعبع هذا اللي هو ديسكات وما ديسكات وكذا. إذا شايفين إنه الشغلات البسيطة هذه بتجيب نتيجة، طب بلشوا عملوا فيها وبدون أسئلة، واعطوا 6 أسابيع هذه فرصتها حسب ما الكل بيقول. وإذا حدا بيقولكم غير هيك إذا ما تردوا، إلا إذا في أسباب تانية الدكتور بيعرفها عن حالتكم وخطرة زي
أعراض صعبة إنه نسكت عليها، اللي هي الأعراض العصبية، عدم التبول، عدم القدرة على مسك البول، عدم القدرة على مسك البراز، التبول اللا إرادي، النمنمي والخضران والألم في منطقة الفرج، في المناطق الحساسة. بحكي عن ديسكات. إذا ما قدرنا، الألم وصل لروس أصابعنا الكبير وصار في عنا خضران، بطلنا نعرف نعلق على جرينا، صرنا نحس بألام شديدة مش قادرين نسيطر عليها بالشغلات هاي البسيطة، في هاي الحالة لازم على الدكتور مباشرة جراح يشوف الوضع. بس غير هيك بصير معكم ألام، كل واحد بصير معه ألام، 95% من الناس بيواجهوا الألام هذه. الألام هذه بتروح لحالها، بتناموا على فرشتكم العادية، لا تغيروا فرشي ولا تناموا على الأرض ولا تناموا على الكذا، الوضعيات بتظلها زي ما هي. بس بتديروا بالكم على التمارين، على الحركات هذه، ما تغيروا إشي كتير في حياتكم، بس إنه التزموا في التعليمات هاي وارفعوا راسكم لفوق، اللي هي هاي القاعدة الرئيسية لعلاج هاي الحالات. دائما خلي راسك مرفوع لفوق، كل ما راسك مرفوع لفوق واللي هي وضعية الاستقامة سواء في الوقوف أو في القعدة، هذا بجنبك من كل المضاعفات التانية. ومش المضاعفات بالنسبة للديسكات والغضاريف، كمان المشاكل الدنيوية التانية اللي بتجيك من كل هب ودب. بس إذا رفعت راسك وضليتك مستقيم، كيف بدها تجيك المشاكل؟ يعني من أي طريق بدها تجيك الألام هذه والمشاكل هذه؟ إذا أنت ماشي صح ورافع راسك ومش مطمن راسك إلا بس للي خلقك، ففي هاي الحالة أنتوا وصلتوا للنجاة وطلعتوا من الموضوع هذا ديسكات بدون ما تحتاجوا إن شاء الله للعملية. حتى إذا واحد ما لحق وعمل العملية، مش مشكلة، العملية بسيطة وما بتخوف، بعد العملية بترد ترجع لي وبتتبع التعليمات هذه من الأول وبتبلش من أول وجديد. لأنه إذا عملت العملية أنت شلت ديسك أو ديسكين، ضل في عندك 30 فوق 30 ديسك بدك تدير بالك عليهم وتمنع مضاعفات العملية. بنتمنى لكم الصحة والعافية. تحياتي، إن شاء الله نكون أعجبنا على هذا التساؤل اللي دائما بيوصلنا، وخلينا نخلص من هاي التساؤلات ونلتف شغلات تانية وتساؤلات تانية. سلامات.